تبارك الله. اللهم بارك على محمد صلى الله عليه وسلم. روح الله يخير. الله يخير. الله يخير. الله يخير. الله يخير. الله يخير. الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفون كانت واجدنا منطقة أو قبيلة بني بويعلة بالضبط في دوار الجعالات. الجعالات اللي غادي تدير واحد الصدقة موسمية كما العادة كما الوعدات أو الصدقات الأخرى اللي كيديرهم في الدواوير أو المناطق. إن شاء الله غادي نعيشوا هنا الأجواء، هنا الأجواء كيفاش غادي تفوت هذه الصدقة كما كانوا وعدوكم، يعني الفيديو اللي كنا نديرو لكم. إن شاء الله غادي نديرو فيديو جديد عودة ديال هذه الوعدة هذه ونشوفوا الأجواء ديال الوعدة ونعرفوا بهذه المنطقة هذه ديال الجعالات إن شاء الله بحول الله. بسم الله العلي العظيم يا ربي الكريم. هذا دوار الجعالات، هذه الجهة من هنايا من هي في الطعيوة سيدي، هذيك عاود ثانية يديروا بنعودة حبال، هذه الجهة الثانية عاود مولاي إدريس. وا عطيني قال الاسماء العائليين اللي كيديروا هنا، الاسماء كاين الحبانيين قلت لي، كاين بني حبان، بني حبان كاين هو سيدي بني بويعلا، بني بويعلا كاين هو سيدي بني حدود، كاين هو سيدي هاد الجهه التحتانيه بني عمير، بني عمير وا وكاين هاد الجهه عاود ثاني تاع هاد الجبل اللي الفوق الهبيل الله يرحمه. وصافي هادو كاع تابعين لبني بويعلا ولا كيفاش؟ تابعين لبني بويعلا كامل؟ واه بني بويعلا، بني بويعلا واه تسمى هذه كاع بني بويعلا، بني بويعلا شماليه. وهاد الوعده واش كدار هنايا كل عام؟ كل عام كدار هنا هاد كل عام؟ ياك كل عام كيديروها. وشكون اللي كيدير؟ المحسنين كيجمعوا بناتهم؟ المحسنين الحمد لله، المحسنين محسنين، كاين اللي كيعطي 2 مليون، كاين اللي تبارك مليون، كاين تبارك. المهم الحمد لله الخير. كان بن حاج بارك الله عليك اولدي، الله يحفظك. تبارك الله تبارك الله، الله يكثر الخير، الله يكثر احباب يا رب العالمين، الله يجعل رب العالمين ينصر مسلمين. امين يا رب العالمين، الله العزيز الكريم ينصر الاسلام. امين والله يهدينا، والله غير في الهدي يرضي الله تعالى. امين امين. شكرا بارك الله فيك، الله يعطيك الخير. شكرا الله فيك، والحمد لله على هذه الزياره. بارك الله فيك، الله ينفع الجميع، والله يجعل رب العالمين يرضى علينا. امين. ويرضى على المسلمين الجميع يا رب العالمين، وانتم ثاني الله يرحم بها الوالدين. امين امين. والله يصلح الدريه. امين. ويصلح العمل يا رب العالمين، والله يبلغ السيرفيس ديالنا على خير. امين امين. يا رب الكريم، والله يرحم الوالدين. شكرا. اذا كنتواجدوا في واحد الدوار ديال الجعالات، هذا الدوار اللي عريق قديم، في واحد الموسم كما نعرفوا احنا بالوعده. عندنا الوعده عندها مجموعه ديال المغازيلات الدينيه والانسانيه، ولا إذن ربما يجتمعوا أهل القبيلة والناس كاملين، كان ربما اللي ما تشوفش هنا واحد 20 30 سنة، ولكن حاليا هذه كتجمع يعني واحد فيها واحد الصلة ديال الرحم. كذلك كنتواجدوا قدام هذا المسجد، الله يجازيهم بخير الإخوان اللي بذلوا واحد المجهود كبير باش داروا هذا المسجد هذا، ربما باش الناس تجي تصلي. وكما راكم تلاحظوا الآن هذه الوعدة اللي ربما كت راه كاينة تقريبا واحد 1000 ولا أكثر على حسب ما راني نشوف هنايا. هذا اللقاء هذا اللي ربما غادي يجمع واحد الأحباب والإخوان والأنساب والأسهار، وبالتالي كاين واحد اللقاء اللي ربما غادي يبارك فيه الله سبحانه وتعالى. عندنا كاين واحد النقطة ديال ربما هنايا كاين نقص ديال الماء، وكاين الطريق تقريبا مابقاش بزاف، يعني واحد 2 كيلومتر ولا باش تعبد، ربما في قديم الأيام غادي تعبد إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذه واحد الدعوة ديال الإخوان ديال المسؤولين في هذه المنطقة هذه باش يديروا واحد الالتفات إن شاء الله الرحمن الرحيم من هذا الدوار هذا، باش حتى ذاك الزحف اللي كان مثلا كيمشي للمدينه يبقى هنايا، الناس ما تهجرش، الناس ما تهجرش باش ثانيين خصنا مثلا واحد المدرسه هنا، خصنا واحد المجموعه ديال الامور. اذا الحمد لله المغربه غادي في واحد المسار تنموي جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، ربما باش حتى هذه المنطقه تستافد بهذه الامور التنمويه. وشكرا لك. الله يحفظك بارك الله. 10 شرايده حولها بالدخل الخباب، هذا الدخل الخباب يقولوا حولها مالي غادي تحت المديحة صراخ هاكي جيتو تصيحه الله فوق
صوروا اي وزير الشربه اللي حدا منا صاحبي معاه هذا الجمع غالي الجابيات ها ايه. لا والله اللهم بارك تبارك الله هاني جنبها تبارك الله اللهم بارك الحمصه وانا تبارك الله هذا واش هذا اللي هنا الشوربه ياكي اه يا الشوربه تبارك الله اه تبارك الله الله ما عليك اللهم بارك تبارك الله شو الخيرات ديال ربي شو الخيرات تبارك الله الخير كي داير هاد المراه متكاملين عامرين باللحم وبالشوربه وكل شيء تبارك الله حطي 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 صافي حطي وكوني خفيفه ماشي لا خفيفه هذا بسم الله الرحمن الرحيم بغيت نهدي واحد فاتحه ولاد عم تعيشه ولاد عم تربحه الله يجعل سيدي العزيز ربي يكرمه كما كرمونا نطلب الله يا ربي يا ربي تزين الخوا ديالهم ولاد عم تعيشه ولاد عم تربحه والمحسنين كلهم سي محمد سي راشد سي ميمون سي القاسم سي مصطفى كل شيء وهنا ولاد عم تربحه كل شيء اللي ساهم والخصوص ديالهم سي عبد الملك الله يجعل سيدي العزيز ربي يسترهم طلبوا الله الله يستر الجميع يا ربي تستر هاد المحسنين طلبوا الله مرحبا يا ربي يا الله يرحم الوالدين ومرحبا بهاد الناس اللي جاوا عندنا الله يجعل رب العالمين يحفظهم يا ربي يا ربي الله يجعلها صدقه قبوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الجميع الله بارك الله حتى اليدين لا عندك الله تبارك الله اللهم بارك تبقى شي حاجه تكون هانيه ان شاء الله نصوروا غير الماكله عطلك الغاشي الغاشي الكافله والخبز ايها بخلع الخبز موجود عندنا الفايده عندنا 4000 خبزه اللي عندنا وزياده تبارك الله انت الخبز تبارك راسك تبارك الله الخير موجود تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله نعم شحال كيلو نعم سيدي واحد كيلو 10 تقريبا شي 10 طن ديال الناتشين ديال العصير ديسير تقريبا 10 ديال القناطر اللي كانت تقريبا بسم الله بسم الله شي واحد من الدراري راه جاي بركان شي جاي موجدة شي متفوغ شي مزقزل راه بكل منطقة جاو باش يحضروا في الصدقة الصدقة اللي معترف بها ماشي غير هذا بيناتهم يعني نقولوا الجامع يعني الجامع منطقة وعلى الصعيد هذا ديال الجدود ديال الجدود ديالكم ياك دي بلا جدود لا الوالده هنا تزاد الله هذه المنطقه ديال الجعالات واش ديال تابعه لبني بويعلا وياك؟ بني بويعلا الجعالات تابعه لبني بويعلا نعم نعم وراهم كيديروا هذه الصدقه سنويا وهذه السنه اللي فاتت معاك تلاقات مع شويه بصح لهم الحمد لله الحمد لله خويا الله يبارك فيك نتمناو الخير ونتمناو لهاد الناس اللي ساهموا هنا والناس اللي هذو اولاد الخير اللي ساهموا اللي ساعدوا في هذا الشيء الله يعطيهم الخير في الخير امين الله يزيدهم الخير على الخير امين وكيشجعوا المنطقه باش يجيو هذا صله الرحيم صله الرحيم صله التواصل ما بين هذا ودعي لهم غير بالخير وبالتسخير ودي سيدي بارك الله فيك شكرا الله حافظك شكرا بارك الله فيك خير هذا هو شو هذا هو خير موجود خير موجود ياك الماء الجبال كل شيء مزيان الله يرحمك الحمد لله بخير الحمد لله ايوا هذه وشوفوا الحباب اللي والله الخير تبارك الله واحده اخرى منها كاين واحده اخرى اللي عامره هايك واه
تبارك الله. هو واحد صديق ثاني هو جا شتقولنا اليوم جا ظروفات تشوفوا. مرحبا بك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. ها الخير تبارك الله. خير ديال مولانا تبارك الله. خير موجود. اللهم بارك. تبارك الله. شكرا. اللهم بارك تبارك الله. حشيت بشي هز. ما جيت. حشيت بشي. تبارك الله عليك. عندك. زيادة. تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله. ما جيت صافي؟ من غادي نجي؟ اللهم بارك تبارك الله خير من جيت. تبارك الله. لا هذا ماشي غير عمي احنا راه من قيمت زلعه الشوربه باه مشروع واسد انا ركزوا لي على السي عثماني تبارك الله عليكم صحتكم الله يحفظك الله عليكم امركم صحه الله يجزاك خير حب الصحه صحه الاولاد صحتكم امين بارك الله فيك صحه وراحه الله عليكم صحه وراحه دوره مزهره امال الخبز جامد تخممش فوالا يعطيك الخير والله ما كان غير بالراحه يا بالراحه عليك ثاني يقول لي شحال خصكم انا زيو يلا نمشيو نهار ها هو ها هو ها هو خويا سيد اعطي اعطي انت الخبز واجو Allah.
الله يتقبل الصدقه ديال الجعانات جيبو عليها خير موجود خير موجود الحمد لله ان شاء الله خيرات خيرات تاع ربي ان شاء الله شوف شوف الدوري ها هو ستين ستين ها هو الحمد لله راه راه دير تاعي دير 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 عمر المدرج واش كاين كاين الصدقه نتاع الجامع راه حنا في 64 والي الصدقه نتاع شعالات تبارك الله عليكم ومرحبا والله يجعل رب العالمين يستر هذا المحسنين امين يو خصنا راك تشوف حنا خصنا الطريق القدر راه ما كانش زيد وزيد والله يرحم الوالدين الله يحفظك الوالدين مرحبا بكم شكرا راه نشكركم في هذه الصدقه الله يجعل كل شيء مبارك الله يجعل رب العالمين مقبول الله يجعل رب العالمين يسهل لهذ الناس هذو اللي داروا هذه الصدقه والله يخلف عليكم وراه كل عام كنجي هنايا ماشي غير هالعام وعجباتني انا غير جيت حوص النهار قالوا لي راه الصدقه في جعلن ورحنا جايين الحمد لله وهذه هي الله يعاونكم الله يجعل رب العالمين يثبت العمل الله يعاونكم الله ينورك الله يحفظك والله يشدهم في الوليدات ديالهم والعائله ديالهم ولا يثبت العمل اللي جا كلا وشرب الله يثبت العمل ديالو واللي جرى الله يجعل رب العالمين يقبل به يخلص رب العالمين كيقولوا ديالو الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يلا الله يعاونك شكرا الله ينصرك الله يحفظك بارك الله فيك عطكم صحة سيدي خويا يرضي عليك صحة 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 الله يبارك الله فيك لكن غير برا صحاب تبرا احنا واش وعدة زوينة واللي جا مرحبا به ورانا تما وكل شيء الجمهور هو هذا الدوار بني بوي على دوار الشعالة مرحبا بهم اللي جاو جاو الله يبارك فيك شكرا ولا جاو صافي زين صافي زين صافي صافي امتداد لأسلافنا الصالحين الذين مروا من هون مسجد عتيق تليد مر به أناس طيبون عبر التاريخ حفظ الكثير القرآن الكريم في هذا المسجد وإن لم أدركهم فقد سمعت عنهم الفقيه سيدي أحمد يقرأوا عليه القرآن الكريم من هذه القبيلة منهم سيدي أحمد الشعالي من منهم من أدركتهم ومنهم من لم أدركهم فنحن امتداد لأسلافنا الصالحين الطيبين المباركين في رحاب هذا المسجد المبارك رحم الله الجميع أيها الإخوة ينبغي ويجب بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر أن يكون قرضك لله عطاؤك لله منعك لله شهادتك لله عقد عقده الله تعالى بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم والقائمون على هذا الموسم وعلى هذه الصدقة المساهمون للقليل والكثير من أبناء القبيلة ومن خارج أبناء القبيلة عائلات كثيرة نذكر العائلات واحد العائلة ديال البزازين عندهم واحد الأم ديالهم مريضة اللهم اشفيها بشفاء اللهم داويها بدوائك اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك
شفاء لا يغادر سقما، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللي عنده شي مريض واللي مريض في هذا المجتمع، اللهم اشفيه بشفائك، اللهم داويه بدوائك، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يترك ألما. اللهم عجل لهم بالشفاء العاجل، اللهم ارفع عنهم ما نزل، وادفع عنهم ما لم ينزل، وادفع عنهم ما لم ينزل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. المحسنون ديال أنقاد جميع المحسنين المدينة من البادية الصغير والكبير، الرجل والمرأة، اللهم بارك في إيمانهم، بارك في إحسانهم، بارك في أرزاقهم، اللهم تقبل منهم يا رب العالمين نفقاتهم، اللهم اخلف لهم خيرا، اللهم عوضهم خيرا، اقضي حوائجهم، اللهم حقق أغراضهم، حقق آمالهم، أعطينا واعطيهم ما يتمنون وفق ما يتمنون، أعطيهم فوق الرجاء يا رب العالمين. اللي عنده شيء غايب الله يسمعوا به، اللي مسكين الله يصرحه، اللي عنده شيء حاجة ديال الخير اللهم عجل له بقضائها يا رب العالمين. اللي مكروب اللهم فرج كرمته، اللهم نفيس عليه، للمدين اللهم اقض عنه الدين يا رب العالمين، فرج كرب كل مكروب، يسر عن كل معسرين يا رب العالمين. بارك في أهل الإحسان، بارك في أهل الإيمان، بارك في نفقاتهم، صدقاتهم، أموالهم، ذرياتهم يا رب العالمين. ذرية اللهم اجعلها ذرية طيبة، ذرية صالحة، نسلا صالحا ولدا صالحا، اللهم ارزقهم الصلاح، اللهم ارزقهم الفلاح، اللهم ارزقهم النجاح. سدد خطاهم، خذ بأيدينا وأيديهم إلى طريقك المستقيم، ورد بنا وبشبابنا وبالشاردين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. الأموات، الأجداد، الجدات، الأعمام، العمات ديال القبيلة وديال الإخوان الزائرين والوافدين، اللهم تغمدهم بواسع رحمتك، اللهم اشد عليهم الرحمات، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اغفر لهم وارحمهم، عافيهم واعف عنهم، أكرم نزولهم، وسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقيهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كبار السن اللهم بارك في صحتهم، اللهم ارزقهم صحة جيدة، اللهم ارزقهم صحة وعافية، بارك في الأسماع والأبصار، بارك في الأبدان، بارك في الأرزاق يا رب العالمين. الشباب اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اجعلهم شبابا طيبين، شبابا مباركين، نفاعين، إيجابيين يا رب العالمين. القائمون على هذا المسجد بساهموا وجروا وتعبوا، اللهم بارك فيهم،